سلام. احنا غاديين دابا لوبيك، غادي نساليكم معايا في هاد البلاصه كامله ان شاء الله. سو جايز، وصلنا لوبيك هوبت بانهوف. منين غنمشيو دابا؟ شو ملي نتبعو الناس، نتبعو الناس اللي غاديين من هاد الجهه هادي ونشوفو واش كاين تماك. دونك جايز، حنايا في مدينه ديال لوبيك، هي واحد المدينه صغيره وجايه قريبه يعني في النواحي ديال هامبورغ، ومن هامبورغ لوبيك يعني غير ساعه ديال الطريق بالريجيونال. هاي واحد المدينه زوينه بزاف، ولوبيك هي مدينه تاريخيه، مدينه قديمه هنايا في المانيا، مدينه يعني تاريخيه فيها بزاف ديال الحوايج ديال التاريخيه على المانيا. تاسست هذه المدينه هذه في 1143، دونك فريمون قديمه بزاف. هادي كتشوفوها مورايا، هادي شي حاجه تاريخيه ديالهم، كنيسه سميتها ايغليز سانت ماري بحال هكا. هاد العبارة اللي كاتبين هنايا هي باللاتينية وكتعني زعما السلام يعني في الخارج والانسجام في الداخل، دونك هي كيبغيو يعني بها يعني العلاقة ديال ألمانيا وكدا مع الدول الأخرى، يعني السلم ومنسجمين مع بعضياتهم بهذا المعنى هذا. دايرين الشوارع ديال هاد المدينة هادي. كلشي ساد حيت اليوم الحد، ما كاين حد في المانيا، كلشي تيسد من غير لي ريستورون وباللي كيبقاو حالين، ما تبقى كلشي ساد. لوبيك فيها ناس بزاف، بحال لوبيك فيها 200,000 نسمة. هامبورغ فيها 2 مليون. هادي الحلوه اللي معروفه بها هاد المدينة ديال لوبيك سميتها مارتسيبان، دونك هادي واحد الغيستو اللي مصوبين بزاف الحلاوي بهاد المارتسيبان هذا، وحتى هاد البرج هذا اللي كتشوفو حتى هو مصوب ديك الحلوة. هادي كاتبين عليها بلي خدات لهم 30 ساعة باش صوبوها. هاكا دايرة الكافي. هاي الغيستو اللي دايرين فيها هادشي هذا صراحة زوينة. هذه هي احسن بسكليت تقدر تكون عندك، انت غادي وانت ناعس. طب هذا قصر سميتو باليغانتساو، وواحد القصر اللي باقيين محافظين عليه هنايا في لوبيك من القرن 13 وهو كاين باقي ما هدموهش. واو، هكا كيفاش كان في الماضي. ديال الداخل وهاد التصويره ديال شحال هادي كيفاش كندير. هذا مستشفى سميتو ماريان كرانكن هاوس. هذا هاد السبع اللي الفوق من 1129،
عمرك شفتي السبعة؟ خايف كيت. اوكي جايز، دابا حنا راجعين وصراحة داز نهار زوين، ما بيتش نمشيو ناكلو شي حاجة وموراها نرجعو للدار. باي، ثانكس فور واتشينغ.